قل هو الله واحد، خمسة وخمانس، الشبة والحمل في الكمانس، واللي يشوف فينا بالعين الخايبة وتصبح ليه ريبة وتبخر. شوفي ما بغاش يتبخر هذا، تبخروا يا اختي. بسم الله بسم الله بسم الله، عاد نبدا معكم الحلقة. تبخر يا اختي، عاد نبدا الحلقة. البنات ديالي كويداتي غدا حكي هاد الفيديو. البنات كنت درت واحد اللايف وبزاف نتاع البنات طلبوا بيا طريقه نتاع الاستعمال نتاع واحد البرودوي، واحد البرودوي زويون. كنعرفوا انايا هذه 4 سنين انايا ما كنستعملوش، مي البنات كيستعملوه. حيت غادي نقول لكم البرودوي شنو هو. البرودوي هو هو اليسادو براسيلينيو. هاد البرودوي البنات اللي غادي نحطو لكم كيرجع الشعر بحال الحرير، كيرجع الشعر بحال الحرير. وهذا البرودوي البنات كيديوه منا الصالونات، المهم الصالونات اللي في المغرب كيديو هذا البرودوي منا، كيديوه في بريمور ودروني، الكل عارف هذا الشيء. كيديوه واحد الثمن رخيص، كيديوه ب 8 اورو ولا 8 اورو 90 في بريمور. وفي المغرب كيديروه في ارقى الصالونات، هذه راه 100% اكيده انا منها، حيت شفت هذا الشيء بعينيا. كيديروه في ارقى الصالونات ب 150 اورو حتى 200 اورو. يعني تصور واحد البرودوي اللي انت تقدري تشريه وديريه في الدار نتاعك ب 8 اورو و 90، نقولوا حنايا 9 اورو، والا مشيتي للمغرب ولا شفتي شي موضع اخر كيديروه لك ب 150 اورو حتى 200 اورو. المهم البنات انايا هذا البرودوي كما قلت لكم كنعرفو هذه 4 سنين. البنات اللي معايا كيستعملوه، كلشي كيشريوه وكيديروه. واخر مره درتو لواحد الصديقه نتاعي، غير هي ما بغيت نطلع لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه نيشان، هي ما بغاتش تطلع، ما بغاتش. فاضطريت انني غادي نقول لكم الطريقه الصحيحه كي غادي ديروا تستعملوه. محيت درت واحد اللايف وهضرت على هذا البرودوي، وبزاف نتاع البنات شراوه وما عرفوش يديروه. كاين اللي كتقول لك حرق لي شعري، كاين اللي كتقول لك هذه. هو الا ما دارش هذا البرودوي بالطريقه الصحيحه راه البنات تخرجوا على الشعر نتاعكم، والمشي حتى تخرجوا مع الشعر نتاعكم، حيت هو برودوي هادو 100% ناتوريل. الا خليتي بحال غير المده شويه اكثر غادي تخرج على شعرك. الا ما درتيش بالطريقه اللي هما كاتبينها ماديش يصدق معاك. وهذا البرودوي كيعالج الشعر وزويون بزاف بزاف. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو للبرودوي من هو البنات، وغادي تقيدوا المراحل مرحله بمرحله. والطريقه مهمه جدا باش ينجح معاكم، باش تنجح معاكم هذا الكيراتين ولا هذا اليسادور براسيلونيو براسيلينيو، باش تشوفوا النتيجه. واو واو. هذا هو كبيداتي، اش حيماتي يا ملعوقاتي. هذا هو البنات، خاصكم ترحموا عليا يا البنات، رحموا عليا. هاد البرودوي يا البنات ما تبقاوش تخسروا فلوسكم في لي صالون تاع لي كوافور، راه كيزويوكم وما كيديروا لكمش برودويات زويونين. 8 اورو 90، اشنو هي 8 اورو 90 حتى ل 150 اورو البنات. من 8 اورو 800 اورو 90 تمشيو عند بريمور وتشريوها، حتى الا ما كنتوش نتوما هنايا، يعني اي واحد عندكم هنايا في اسبانيا كاينه في امازون يشريوها لكم بامازون كاع شحال 13 اورو كاع 20 اورو، ماشي هي 150 اورو البنات. هذه هي كاتيفا 100% ناتوريل. هاد لي برودوي انا كنستعمل لي ماسك ديالهم، اللي متبعيني في تيك توك راه كيشوفوا كنحط لي برودوي نتاعهم باش كيعجبوني انهم 100% ناتوريل. اوكي كون انغريدينتي ناتوريل. هذا اليسادو براسيلينيو، ما فيش الفورمول، اليسادو براسيلينيو.
هنايا البنات هذا كيقول لك تقدري ديريه كل 12 سيمانه، كل 12 سيمانه تقدري ديريه. بنات هذا غادي نقول لكم الطريقه، قلت لكم درت اللايف والبنات ما كيعرفوش يديروه، ما كيعرفوش يديروه، ما كيخرجهمش زويون. غادي نبداو دي توت فاصون البنات هما هنايا دايرين الطريقه اوكي، مي بزاف نتاع البنات اما ما كيفهموش ولا ما كيقراوش ولا ما كيديروش الطريقه اكزاكت، ولا كيقولوا ايوا ما علاش نديروه بحال هكا. اوكي اول حاجه البنات غادي نديروها صافي عيط بالوقف. اول حاجه غادي اول حاجه هنايا عندنا كيف كتشوفوا هنايا كاين ثلاثه نتاع باسوس، كاين ثلاثه، كاين ثلاثه اللي تبديو. اول حاجه واحد الصوبري، واحد الساشي ما عنديش انايا حيت منين درتو للصديقه ديالي استعملاتو كاملين والبرودويات الاخرين بقاو. غادي يجي هذا الساشي، هذا الساشي هذا الاولاني بنات، هذا الساشي اشنو اول قبل اي كل شيء غادي تشدو هذاك الساشي. هما في لابوات كاين الوانتيس يعني كاين الليغات، غادي تشدو هذاك الساشي هذاك الشامبو، غادي تغسلو شعركم جوج مرات حتى ثلاثه حتى تشوفوا الشعر تنقى اوكي. غادي تنشفوه غير بطوايا يعني تنشمو تنشفوا الشعر نتاعكم غير ب... غير ب... بفوطه، غادي تنشفوا شعركم مزيان بفوطه. من بعد تخرجوا من الحمام اش غديروا هنايا؟ من بعد البنات غادي ديروا الكريمه اليسادورا، هذه هي اللي كتخلي الشعر رطب. غادي نوريها لكم، هذه هذه البنات هي كتشوفوها هنايا، هذه هي اللي كتخلي الشعر، هذا هو الكريمه اليسادورا كبيره انايا درت بها للبنت وشات. هذه هي جايه هكا الريحه نتاعها صراحه ماشي شي ريحه قويه بحال هذوك هذوك الكيراتين وهذوك اليسادور خابونيس كتكون الريحه نتاعهم قويه. هذه هي هذه هما دو فاصون ها هو الماسك، هما كاتبين فيها الماسك. كاين الساشي غادي تدوشوا شعركم الاول تخرجوا تنشفوه بالطوايا يعني طوايا فوطه اوكي. من بعد غادي تشدوا هذا هذا الماسك. هذه الطريقه هنايا البنات مهمه جدا، خصكم تقسموا شعركم، تقسموا هذه لابارتي الاولى وهذه وهذه، غادي تقسموها بالمساسك ثلاثه نتاع ثلاثه نتاع قسمات اوكي. ومن بعد غادي تبديو من لتحت، غادي تبديو تشدوا الشعر هكا وغادي تجيبوا، غادي يكون الشعر مشدود مقسوم بالمساسك بحال اللي كتبغي ديري بروشينغ. غادي تجيبي هذه الخصله، غادي تشدوا خصله صغيتوتين اوكي، شدو خصله صغيتوتين، تشدي هاد الخصله بحال هكا من الفوق حتى لتحت، ديري ليها البرودوي. مي اتونسيون البنات البرودوي ما خصوش يقيس الجلد، بون يقدر يقيس لك الجلد بصح ما خص يعني تحاولوا ما امكن ما يقيس لكمش الجلد. غادي ديروا هاد لا بارتي، تشدوا الخصله هكا اوكي هكا وديروا فيها البرودوي ها 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 ها. من بعد تشدوا الخصره الزوجه ها ها، خص تكون عامره برودوي، تشدوا عاوتاني ها 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 تهودوها بالبرودوي هكا الشعر كامل اوكي. خصلات بحال اللي كتبغي، كي تبغي ديري البلانشا يعني الحديد للشعر ديالك بحال هكاك، غادي تشدي هكا وخصله ديري البرودوي، تزيدي تهبطي الشعر للفوق خصله وتزيدي هكا حتى تكملي الشعر نتاعك كامل. هنايا مهمه البنات هذا البرودوي ما يقدرش يجلس اكثر من 15 دقيقه على الشعر ديالك، ما تقدريش تخليه اكثر من 15 دقيقه. البنات اللي يخليهم 15 دقيقه تقولي وانا كرضه انا شعري يجيكس، هذا نخليها انا اكثر من 15 دقيقه تخرجي على شعرك ويطيح لك الشعر. الا خليتيه 15 دقيقه ما طيح لك حتى زغبه، انا درتو للبنت ما طاحت لها زغبه وحده، ما طاحت لهاش زغبه وحده، والبنات اللي معايا 4 سنين هما كيستعملوا هذا البرودوي زغبه وحده ما طاحت ليهم البنات، عرفتوا هي زغبه وحده ما طاحت يعني شي حاجه توب. مي 15 دقيقه لا اكثر ولا اقل اوكي. حاجه اخرى الا درتوه وقاس لك وقستو بزاف الجلد نتاع الشعر نتاعكم وحسيتوا ان عندكم شي هيجان ولا تنتفخوا لا حيدوه. انا قلت لكم منين ديروا هذا البرودوي يعني انتنتار حاولوا ما امكن ما تقيسوش الجلده، دائما تخليه واحد شويه ما تقيسوش الجلده بحال كي كتمشيو ديروا ليماش ولا راه ليماش ما كيقيسولكمش الجلده تحرق الجلده اوكي. من بعد صافي خليناه 15 دقيقه، فاتت هذيك 15 دقيقه، منين غادي تفوت هذيك 15 دقيقه هنايا الخدمه غادي تكون شويه صعيبه، محيت غادي نشدو الشيشوار، غادي نشدو الشيشوار البنات وهذاك الشيشوار خصنا ننشفو حيت الشعر غادي يبقى فيه هذاك البرودوي، الشعر راه فيه الماسك فيه هاد الكيراتين راه هنايا، وهذيك الكيراتين اللي راه هنايا باش تفهموا هذيك الكيراتين اللي هنايا غادي تشدي الشيشوار وغادي تنشفيه مزيان، تشدي البروس اوكي
وتنشفيه بهذاك الكريم اللي فيه. غادي تنشفي خصله بخصله بحال اللي كديري بروشينغ والشعر فازك على فيه الماسك. منين غادي تنشفي الشعر كامل بالشيشوار والمشطه تجيب بديه بجام كامل وهو فيه الماسك، حيت كاين شي بنات اللي ما عرفوش وما صدق لهمش مشاو غسلوا من بعد 15 دقيقه غسلوا. لا، غادي ديري البروشينغ والبرودوي في الشعر نتاعك والماسك في الشعر نتاعك، ها هما دايرينه هنايا. اوكي، من بعد ما تفوتيه خصله بخصله وينشف الشعر شنو غديري؟ هذه المرحله جد مهمه، غادي ديري البلانشا. اوكي، غادي ديري الحديد البلانشا. منين غادي ديري البلانشا غادي نشرح البنات باش تفهموني اكثر. مشيت جبت لكم البلانشا. اوكي، انايا عندي هذا تاع البلانشا. اوكي، الا كان عندكم هذا، هذا مزيان يسهل عليكم الماموريه. هذا داير بحال هكا، غتدخليها تجبدي بالبلانشا. غادي نوري لكم الطريقه، بزاف نتاع الناس ما كيعرفوش كي كيديروا البلانشا. اوكي، يعني خصكم ديروا هذه الطريقه. غادي تشدي، ما نقدرش انا شعري بوكلي، غادي تشدي الخصله هكا، خصله خصها تكون رقيقه، غادي تبداي منها خصله بخصله وتكون رقيقه. غادي تشدي الخصله الاولى تشديها، ها انت كتهبطي شويه وهذا غير بشويه، وتخدمي لي غاسين تخدميهم مزيان، تجبدي تهبطي تولي عاوتاني ديريها وديريها غير بشويه. البنات خصكم تهبطوا غير بشويه. اوكي، هاد بون بنات، نتمنى نكون فدتكم. غادي تشدوا الخصله والبلانشا وانتم هاودين هكا. اوكي، الخصله تشدها والبلانشا، كي تشدي الخصله البلانشا خدمي لي مزيان لي غاسين وتهودي. الاولى، الزوجه، الثالثه، الرابعه في نفس الخصله، الخامسه، السادسه، هما دايرين 12، مين نتوما ديروا 6 7 حسبوا، خصكم تحسبوا مي يعني السكريتو، يعني السر انك منين تهبطي ما تزربيش، ما تهبطيش دغيا. منين غادي تهبطي غادي تحاولي ما يمكن تهبطي غير بشويه. ها هي الاولى، ما زربانيش حنايا باش النتيجه تطلع، هذيك هي هي الزوجه. المهم شويه مور شويه. الا لا صافي، كملنا حنا الشعر ولا عندنا حرير ولا كيشعل هكا، كيولي الشعر من بعد كامل هذا الشيء غتجيك بيزار، غتقولي ناري اشنو هذا الشيء. من بعد هذا الشيء غتدخلي غدوشي. اوكي، منين غتدخلي غدوشي هنايا عندنا زوج هادو. اوكي، عندنا هنايا البنات هما راهم كاتبين، يعني هذاك الشيء راه باين. اوكي، هنايا دايرين شامبو. منين غادي انتي درتي الشوار وسرحتي بالبلانشا والشعر نتاعك ولا حريري، غادي تدخلي دوشي، غادي ديري الشامبو، غادي تغسليه حتى يعني كتحسبي هذاك البرودوي مشى. اوكي، بحيث البرودوي البنات نتوما تقولوا واشنو هذا الشيء ولي البرودوي غادي يمشي؟ لا، البرودوي اون فوا كنفوتوا عليه الحراره، هذاك البرودوي شنو كيدير؟ كيدخل هو مع الحراره كيتفاعل وكيدخل لنا الفيبرا كابيلار، كيدخل يعني لداخل نتاع الشعره. اوكي، فمن بعد هذاك الشيء غادي نديرو تشامبو. اوكي، غادي نغسلو بالشامبو وغادي نديرو هذا اكونديسيونادور. اوكي، هذا شامبو يا كونديسيونادور جو كخوا، ها هما كاع دايرين النوامر فيهم، دايرين هنايا 3 الا كتشوفوا ودايرين هنايا 4. هذا الشامبو غادي تغسلوه، ديروه تغسلوا شعركم بالشامبو، و اكونديسيونادور غادي ديروه وغادي تخليوه 5 دقائق. البنات غديروه وغتخليوه 5 دقائق. اوكي، ديروه وتخليوه 5 دقائق، ومن بعد انخواغار البيلو، من بعد غادي تغسلوا الشعر نتاعكم وتخرجوا. من بعد ما تخرجوا غادي تشدوا الشيشوار، غادي تنشفوا شعركم مزيان بالشيشوار، تنشفوه ها ها ها، وغادي ديروا بارتيسيونيس، غادي تقسموا الشعر ديالكم، تقسموا كامل الشعر ديالكم، ونبداو عاوتاني نديروا البلانشا بحال اللي ديري البلانشا باغا تصايبي شعرك وخارجه شي مخارجه باغا تصايبي شعرك. وغادي تشدي عاوتاني هكا. وهنايا مهم جدا، هنايا الا هي قلت لكم 6، هنايا حاولوا ما يمكن تفوتوا تفوتوا 10 تاع المرات، علميت شلون الواحد. غادي نشدو هنا نخدمو الجدر مزيان، حيت فين هادوك الكردات فين عندهم؟ كاين الكروديه هنايا في الجدر هي اللي كاينه. غادي تشدو هكا وغادي تخدمو، ها الاولى، ها الزوجه، ها الثالثه، تمشيو عاوتاني للاخر، تمشيو عاوتاني للاخر، تتكملوا الشعر نتاعكم كامل. هاد البرودوي واخا نتوما كتغسلو تقولوا البرودوي مشى، لا البرودوي ما مشاش، البرودوي كيبقى في الشعر، وكل ما فوتي عليه الشيشوار ولا البلانشا مزيان كيعطي المفعول نتاعو. فنصيحه، منين ديروه انتيا صافي درتي البلانشا ديالك،
ما تزربيش على البرودوي تجلسي يومين ثلاث ايام وصافي تغسليه. غسليه الا بغيتي، بالنسبه للبنات اللي الشعر نتاعهم ما يقدرش يصبر سيمانه، ما عندهمش الشعر ناشف، الشعر مدسم، يعني ما قديتيش تصبري، راكي عدلتي شعرك تجلسي يومين ثلاث ايام غادي تدوشيه، ضروري تولي تفوتي البلانشا، فوتي مره اخرى البلانشا، ولا ما بغيتيش تفوتي البلانشا فوتي غير السيكادور، حيت كل ما كديري له الحراره كل ما المفعول نتاعو كيعطيك اكثر واكثر اكثر في الاسبوع الاول، وصافي من بعد انت منين غادي صافي الشعر غادي يولي حريري حريري يا بنات. بحال هنايا كما تشوفوا هذه هي النتيجه، كما راكم كتشوفوها هنايا هذه هي النتيجه نتاع يعني نتاع هذا البرودوي يا بنات، هذه هي النتيجه نتاع هذا البرودوي، هكا كيولي الشعر حريري حريري حريري. صافي تما البنات يعني غير بالشيشوار هكا تنشفوا شعركم بالشيشوار المشطه هكا الشعر كيجلس واعر. اللي زوينين فيهم كي قلت لكم سون برودوكتو زي انغريدينت ناتورال، يعني نو دانيال بيلو، ومع الوقت كيعطي واحد اللوين، كيعطيكم واحد اللوين بحال شاطا، الا بقيتو كتستعملوه دائما كيعطي واحد اللوين شاطا. كنصح انايا دائما اي واحد يدير هذا البرودوي شعره ما كيكونش واكل العصا، يعني فهذيك الوقيته تكون يعني تعالجوا شعركم قبل مزيان، ما ديروش ليماش، حيت انا ما كيعجبنيش ندير ليماش وندير بحال هاد لي برودوي، غادي تقولوا انا نعرف بزاف كاين هذوك العايقات والفايقات يقول لك بعدا ديريه انتيا. انا يا صراحه شعري عجبني، كل واحد والستايل ديالو، انا كيعجبني الشعر بوكلي، كيعجبني الشعر مسرح نشوفه في الناس، انا خطره منين كنشتهاه كنديرو فيا، مي انايا كنقول الشعر بوكلي زوين انا كيعجبني. لذاك الشيء عمره ما فكرت انني ندير يعني ندير كيراتين ولا ندير بروتين ولا ندير شي حاجه اخرى، حيت ما كنشوفش راسي في الشعر في الشعر ليسو كنبان ظريفه بزاف. كبيداتي ملعوقاتي حبيباتي، نتمنى الفيديو كان ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم ولي كومونتير ديالكم، وبارطاجيو باش تعم الفائده، ودائما بارطاجيو مع البنات الزوينين مع الناس الزوينين، السميمات ما عندنا ما نديرو بهم طلعوا لنا فراسنا. باي باي.